السلام عليكم. هذه الحوليه اللي شريت انايا، حوليه زوينه هانتوما كتشوفوا تبارك الله. هذه الحوليه اللي قدرت نشريها، عندي 16000 ريال. 16000 ريال اللي قال الوزير، قال لك اقل ما يمكن هي 800 درهم. دابا هذه انا شريتها ب 800 درهم، 800 درهم هذه 800، 16000 ريال ياك. فيها تقريبا نقول لك شحال فيها، نقول لك فيها 8 كيلو 10 كيلو دوجات، 10 كيلو دوجات ديال 10. دابا غادي نذبحوها العيد ان شاء الله. هادشي اللي قدرني الله، هادشي اللي كاين. دابا هادي غيذبحوها الناس، كيقولهم الوزير هادي ب 800 درهم اشريها. واش دابا هادي غتبقى فيك ما تذبحها بالعيد؟